يا اهلا وسهلا بيكم. في غرزة قشرة السمكة، تقريبا الغرزة دي ما بتخلاش من اي مفرش لاسيه مصري، وغالبا برضو بتبقى موجودة في غرز اللاسيه الروماني، لكن هي اشكالها كتير، يعني مش مقتصرة على غرزة معينة. احنا خدنا في فيديو قبل كده اللي هو الشكل العادي بتاع غرزة قشرة السمكة، هو بيبقى شكلها كده في الباترون، خدنا اللي هو نص قوس نص قوس وبنطلع كده على طول. هسيب لكم الفيديو دوت تحت الفيديو في صندوق الوصف. بس الغرزة يعني ده الشكل التاني ليها، هي ليها اشكال كتيرة جدا. الشكل دوت هنسميه مثلا شكل اتنين من قشرة السمكة، اما ناخد شكل تاني من قشرة السمكة هسميه تلاتة. بس في ملحوظة حابة اقولها لكم، انا هحاول اقرب لكم كده الغرزة. زي ما انتوا شايفين هنا هوت تقريبا الغرزة دي نفس الطريقة، بس دي مختلفة عندي. انا بدأت هنا الخيط في الاتجاه الشمال فطلعت مظبوطه معايا، اما عملتها هنا في اتجاه اليمين طلعت معكوسه شويه. فالغرزه ديت احنا هنبتديها، طبعا بنشتغل بايدينا اليمين عادي، لكن في الغرزه دي هنبتدي في الاتجاه الشمال، يعني مش هنبدا يمين، هنبدا شمال. هنبتدي زي ما اتعودنا على طول، بنثبت الخيط بتاعنا في الإيطان من جوه، وطبعا انتي ليكي حرية الخيط اللي بترتاحي له. انا بشتغل بخيط الصياد اللي هو الشكل دوت، ده جاجا بشتغل بيه، وبستخدم ابرة القنابة. زي ما تحبي بقى بتشتغلي قطن دي ام سي، الخيط او خيط منجد اللي انتي او خيط قنابة، الخيط اللي انتي بتستخدميه ايا كان اشتغلي بيه. احنا بس يعني دخلنا كده الخيط في الإيطان وهنثبته. انا بلفها لفة بس عشان ايه بتثبت زيادة معايا، لو حسيناها مرخية برضو بنثبتها مرة تاني. اهم حاجة بس نشد كويس، لو لقيناها متينة خلاص كده اهو. هنعمل ايه؟ هنمشي اللي هي زي الشكل كده اهو، هنعمل نص قوس، يعني همشي كده، معلش هقولها لكم بالراحة تاني، بمسك الخيط بإيدي الشمال، الإبرة بإيدي اليمين، بدخل كده اهو في الإيطان بالطريقة دي. أهم حاجة الخيط اللي في إيدي الشمال يبقى ورا الإبرة مش قدامها، وبطلع بيها كده. احنا عملنا 2 قوس، هنعمل نفس الحكاية اهي، الخيط ورا الإبرة من ورا اللي في ايدي الشمال، وبطلع بايدي اليمين بالخيط كده. احنا عندنا ادي 1 2 3، وهنقفل بالرابعة ونثبتها. وهنطلع بالدور اللي بعديه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل برضو نص قوس في اول واحدة عندي هنا، هو في اول واحدة هدخل برضو اشتغل شغلي العادي جدا اللي احنا متعودين عليه. بس هنعمل ايه بقى الاختلاف الوحيد؟ ان احنا هنحط عقدتين من هنا، يعني بعد ما بندخلها بنحط عقدتين. لو المساحة عندك كبيرة والخيط بتاعك رفيع استخدمي 3 عقدات او 3 فستونات اهي. بستخدم كده الفستونة اهي، الخيط زي ما انتوا شايفين، والابرة بايدي اليمين ورا هنا الخيط، وبطلع بيها بعقدة او فستونة. ادي 1 2، بس اهم حاجة وانا بعمل ما ضيقش على الجزء ده، يعني احاول افتح ده بالابرة كده علشان لما اجي اطلع للصف اللي بعديه يبقى واضح عندي مش مقفول. هاجي للصف اللي بعديه هعمل نفس الحكاية، اوسعه كده سنة بالابرة، واعمل هنا هو من على الجنب او من تحت لفوق الفستونتين. ادي 1 ادي 2، نفس الحكاية اكررها تاني. اهي نص قوس، افتح سنة
كده يبقى انا هنا عندي فتحة 2 3 وهدخل هنا هو في رابع واحدة برضو افتح دي. غرز قشرة السمكة ما بتبانش غير في النص او في الاخر، يعني ما تستعجليش على الغرزة، هي هتدي زي ما انتوا شايفين الشكل ده بيبقى ليها شكل جميل. تمام كده اهوت، خلاص احنا كده عملنا دي، هنروح طالعين بيها للصف اللي بعديه. في ناس كتير بتقولي ساعات قشرة السمكة او الغرز اللي هي بتبقى عاملة زي كده بتوسع منهم او بتضيق منهم. بصوا المساحة اللي هنا على حسب، هنا ضيقة هنا واسعة، هنا تضيقي ما تزوديش الغرز، يعني اعرفي بدأتي بكام هنا، يعني مثلا احنا بدأنا ادي 1 2 3 4، تاني صف لازم نخليه برضو 4، تالت صف لو نفس المساحة نخليه برضو 4، يعني هنسيب، يعني احنا هنا مثلا مش هندخل، لو احنا دخلنا في الجزء ده هتوسع معانا، هتلاقيها 5 معانا او 6 عشان لو عملنا الطرفين، فاحنا هنسيب الجزء ده، اهم حاجة بس نثبت الخيط الاول بتاعنا. الصف التالت هنعمله ازاي؟ نفس نص القوس اللي احنا عملناه في الاول من غير فستونات ولا عقدات ولا اي حاجة، هطلع بيه كده اهوت اهو، ادي 1 تاني فتحة اهي اللي هي الفتحة اللي قلنا هنوسعها بالابرة، ادي 2 ادي 3 ادي 4 وهثبت الخيط بتاعي. واطلع صف تاني. هنا بقى هعمل ايه؟ هسيب اول واحدة برضو، ان المسافة يعني عندي لسه ضيقة، هسيب اول واحدة هدخل في دي في القوس ده، وهعمل بقى هنا بفستونتين، ادي 1 2 وهوسع برضو الجزء ده كده، تاني واحدة اوسع برضو، 1 2 تالت واحدة ادي 1 2 معلش بنتي بتستعرض الطبلة ادي 1 كده، قصدي اللفة على القوس، وهعمل فستونتين وهقفل بقية الصف بتاعي. وهطلع بدور، هنا عندي المسافة كبيرة شوية فهنخليهم 5 مش 4، يعني احنا هندخل هنا في الصف دوت هنعمل نص قوس، الصف اللي بعديه كده 2، يعني انت اللي بتتحكمي انت هتزودي ولا هتنقصي، كده 3 4 5 وهنقفل بالسد وندي عقد. هنا انا طلعت السنة، بعد كده هو هسيب دي علشان يبقوا معايا برضو 5 ما يزيدوش يبقوا 6، انا مش عايزة ازيد من كده، هسيب الغرزة ديت وهدخل في اللي بعديها على طول وهعملها لفتين، يبقى انا بمشي لفة فاضية والتانية بحط لها عقدتين، ادي 1 2 اللي بعديها اهي، ادي 1 2
بوسع بس سنة عشان ما تضايقش معايا. واحد اتنين، واحد اتنين. هنا هدخل برضو فيها، ادي واحد هدخل اللي هي دي العادية دي وهدخل فيها اتنين. واطلع بيها سنة بسيطة كده. احنا عملنا اللي هي العقدات، هنيجي في اخر واحدة وهنقفل شغلنا بقى ازاي. شايفين الغرزة هتبان اما اجي اشدها، يعني اما اجي اطلع بالاخير. هنيجي هنا هو للفتحة اللي قصادنا هنا، هدخل بيها هنا في الايطان نفسه الطريقة دي واطلع من غير اي عقدة ولا اي حاجة، وبمشي سنة بسيطة خالص جوه الايطان. بشوف اللي بعديها فين اهي، وبمشي بدخل في الايطان وبشد. شايفين كل ما بشد هنا الغرزة بتوضح ازاي. امشي سنة برضو وباجي هنا اهو الفتحة دي وبشد. هاجي في اخر واحدة اللي هي باينة عندي اهي، بس همشي سنة، معلش سنة بسيطة خالص على حد ما اوصل لها اهي. هحاول اقرب لكم الغرزة عشان تشوفوها. ودوت بيبقى شكل الغرزة لما بينتهي معانا اهو زي ما انتوا شايفينه. هنبتدي بقى نعمل ايه، نقفل الشغل بتاعنا. بندخل بالخيط جوه الاطار، بالطريقة دي بنقص بقى الزيادة. ممكن نمشي برضو خطوة تاني. زي ما قلت لكم المسافات عايزينها تبقى مظبوطة، مفيش تبقى الفتحة واسعة او ضيقة. امشوا انتوا اللي تتحكموا في المساحة، مش المساحة هي اللي تتحكم فيكم في شغلكم يعني. يا رب تكون الغرزة سهلة وبسيطة بالنسبة لكم وعرفت اشرحها كويس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، ومستنية تعليقاتكم، ومع الف الف سلامة. باي باي.